السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنكمل المحاضرة رقم 5 في مادة الـ Measurement and Testing. هنكمل الجزء اللي احنا كنا اتكلمنا فيه اللي هو الـ Measurement Techniques. اتكلمنا المحاضرة اللي فاتت على الـ Test Point Voltages، وقلنا إن أفضل جهاز بيقوم بالعملية ديت اللي هو جهاز الأفوميتر. النهارده هنبدأ على الويف فورم ميجرمنت، الأجهزة اللي بتستخدم في قياس الويف فورم. الويف فورم اللي هو الشكل أو شكل الإشارة اللي عندي، أقدر إزاي إن أنا أقيسها وأقيس خصائصها، سواء كان أمبليتيود أو تايم أو فريكوانسي. طبعا أفضل جهاز بيتكلم عن الموضوع ده اللي هو الأوسلسكوب. ده شكله، الشكل اللي بيبقى موجود في الحقيقة، تمام. ده طبعا اللي قدامنا ده الانالوج اسلسكوب، وهنبدأ نتكلم على ايه هو الاسلسكوب او تعريفه. الاسلسكوب بين قوسين اسكوب is a visual voltmeter with a timer clock that shows when a voltage changes. يعني هو جهاز، تمام، يعتبر فولتاميتر بس فيجوال مرئي. من خصائصه ان هو بيبقى ليه تايمر، وذ ا تايمر يعني مرتبط بالايه، بالزمن، بعكس مين الفولتاميتر اللي كان متعامل معاه كان بيديني القيمه اللي هي الايه الاخيره للايه للجهد. هنا لا، هنا القيمه بتتغير مع وجود الايه، مع وجود الايه، الزمن. ان انالوج سكوب يوزس ا كاثود ري تيوب سي ار تي، زي اللي احنا شفناه واتكلمنا المره اللي فاتت على الانواع المختلفه للاسلسكوب. فاحنا هنناقش اللي هو السي ار تي، سيميلر تو ا تلفزيون سكرين تو ديسبلاي فولتج باترنز، اللي هو شبيه بالايه، او التكنيك بتاعه زي تكنيك الايه، التلفزيون. طيب عندنا زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت وقلنا عندنا اشارات مختلفه، الدي سي والاي سي. قلنا الدي سي اشاره ذات امبليتيود، تمام، سواء كان موجب او سالب، ولكن التردد بتاعها بايه، بزيرو. وما دام التردد بصفر يبقى مهما التايم يتغير مفيش تغيير في الايه، في القيمه. شفنا اشاره تانية زي الاي سي، وقلنا ان الاي سي اشاره من خصائصها ان ليها امبليتيود وليها ايه، وليها فريكوانسي. وما دام ليها امبليتيود وفريكوانسي يبقى التايم بتاعها بايه، بيتغير زي الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده كده. طيب what are the major component of oscilloscope، ايه هي الاجزاء الرئيسيه الموجوده في الايه، في الاوسلوسكوب. هنتكلم هنا كاستخدام في حاجتين اتنين، display screen، display and input signal with respect to time، اللي هو السهم الازرق اللي باللون الازرق ده، ده اللي هو بيقول لك الشاشه بتاعه الايه، الاوسلوسكوب، والكنترول بانل اللي هي لوحه الايه، التحكم اللي هي على اليمين اللي هي باللون الايه، الاخضر. adjust how the input signal is displayed، انا بظبط دخل الاشاره بتاعي اللي هعرضه على الايه، اللي هعرضه على الايه، على الشاشه، عشان اقدر اقيسه واقدر اتعامل معاه. what is the purpose of an oscilloscope، ايه هو الغرض الرئيسي من الايه، من الاسلسكوب. the purpose زي ما احنا اتكلمنا of an oscilloscope is to measure a voltage that changes with the time and show it in a graphical format، ان انا بشوف شكل الجهد مع التغير، مع الوقت، مع التايم، ومش بس كده، لا، وبقدر اعرضه في شكل الجراف، بشكل ايه، جراف يعني ايه، يعني اقدر اشوف شكل الايه، شكل الاشاره، الباترن بتاع الايه، بتاع الاشاره. طبعا لو جينا بصينا هنا هنلاقي عندنا السهمين الاسود اللي هم عاملين علامه زائد، اللي هو المحور اكس اللي هو المحور الافقي، ومحور واي اللي هو المحور الايه، الراسي. وهتلاقي ان هو مقسم الشاشه عندك لايه، لوحدات. لو جينا عدينا كده من اول تقاطع المحورين من فوق وتحت، هتلاقي عندك تقريبا 5 مربعات تحت وايه، وفوق تقريبا. طيب what do we know about the scope، طبعا زي ما اتكلمنا قلنا ان في محور اكس ومحور ايه واي، دايما محور اكس ويمثل التايم، اللي هو المحور الافقي يمثل الايه، التايم، والمحور الراسي يمثل الايه، يمثل الجهد. وطبعا ما دام محور اكس بيمثل التايم بيبقى بالاحرى كمان بيمثل الايه، التردد، لان التردد بيساوي مقلوب الايه،
التايم، يعني لو عرفت التايم اقدر اجيب ايه التردد، لو عرفت التردد اعرف اجيب الايه التايم. طيب هنا هنبدا نناقش الاسلسكوب سكرين، شاشه الايه الاسلسكوب. نوت ذات ذا سكرين هاز رولد ديفيجنز بوث هوريزونتالي اند فيرتيكالي، يعني ايه هو بيقول لك مقسم الشاشه لشرايح، شرايح راسيه وشرايح ايه افقيه. ذا اكسس كان بي سكيلد فور اكزامبل، ليه عمل كده؟ عشان ياخد سكيل مناسب يقدر يحسب ايه، يقدر يحسب عليه. طبعا السكيل ده هتلاقيه مقسم كل مربع عباره عن خمس ايه شرط، زي بالظبط الايه، زي بالظبط ورق الرسم البياني، هي تعتبر ورقه رسم بياني بالظبط. if each vertical division is worth 5 seconds what time is represented by this point، يعني هو بيقول لك ايه، لو كان الجزء اللي هو الفيرتيكال ديفيجن متقسم لخمسة ثانية، وات تايم از بريزنت باي ذيس بوينت، يعني هنقدر نحسب او هنقدر ناخد مقياس نقيس عليه، مقياس للديجيتس نقيس ايه عليه. if each horizontal line represent 1 volt what is voltage is represent by this ايه this point. نفس الكلام لو انا قلت ان المربع كله خمسة، يبقى كل شرطة خمسة ثانية، يبقى كل شرطة كام؟ تمثل ثانية واحدة. طب انا لو قلت المربع ده بيمثل 1 فولت، نقسم ال1 فولت على الايه، على ايه، على 5، واقدر اجيب ايه الشرطه دي تساوي كام. طيب نيجي بعد كده بقى ل الكنترول بانل. ذا سيكشن تو ذا رايت، اللي هو الجزء اليمين، سيكشن الجزء اليمين اللي هو باللون الازرق زي ما احنا شايفين في الشكل كده. The screen contains the control necessary to adjust how the waveform is displayed on the screen. قلنا ان الجزء ده بيتحكم في شكل الايه، الاشاره اللي داخله عشان ايه هعرضها او اقدر ايه اقيسها من الايه الشاشه، الايه شاشه العرض. The controls allow you to alter the sweep time amplitude and the triggering method. Note these topics will be discussed later. نناقش الحاجات ديت دلوقتي او بعدين. اللي هو عاوز يقوله ان من هنا بقدر اتعامل مع التايم، عندي جزء بيتعامل مع الايه، مع التايم، وجزء بيتعامل مع الامبليتيود، وجزء بيتعامل مع حاجه اسمها الايه التريجر، وهنعرف يعني ايه تريجر وشرحناها المره اللي فاتت، بس هنتكلم عنها باستفاضه شويه. يبقى الجزء بتاع الكنترول بيعمل 3 حاجات، بيعمل بيتعامل مع التايم تمام، وبتعامل مع الامبليتيود والتريجر، 3 حاجات. طيب لو جينا شفنا كده، ده شكل الاسلسكوب اهوت، هتلاقي عندك كده ناحية الشمال ده الديسبلاي شاشة العرض، هتلاقي عندك فيه زرار فوق هتلاقي كاتب لك عليه التايم بيز، يبقى ده الجزء ده هو اللي خاص بالايه بالتايم، اللي بقدر من خلاله اتحكم في الايه في التايم. هتلاقي عندك زرارين تشانل 1 وتشانل 2 اللي هو الايه، بيقول لك الواي جين اللي هما بيتحكموا في الجهد، احنا يعني قلنا الجهد على المحور الايه، على المحور الرأسي اللي هو محور واي. نخش على الصورة اللي بعدها، لو جينا هنا رسمنا شكل اشارة، طبعا الاشارة المرسومة ديت اشارة ايه، ساين ويف. فهو هنا عايز يقول لك ايه، عايز يقول لك ان الاشارة ديت لو انا هتعامل بقى مع شكل الاشارة، فانا عاوز اجيب ايه حاجة زي البيك تو بيك فولتج، يبقى انا هقيس ايه رأسي، انا بتعامل مع ايه، مع جهد. طيب لو انا هنا عايز اتعامل مع تايم او هقيس الفتره الزمنيه اللي بيحصل فيها الايه الاشاره، يبقى انا هتعامل مع محور افقي. يبقى هو الهدف من الرسمه ان انا ما دام بتعامل مع تايم يبقى بتكلم على المحور الايه الافقي، بتعامل مع جهد يبقى بتعامل مع المحور الايه الراسي. ديت اشكال مختلفه من شكل الاشاره اللي ممكن اتعرض لها، زي الساين ويف والتراي انجل فولتج والسكوير والسكوير ويف، مع اختلاف الايه التايم، الوقت او الزمن اللي الاشاره فيه بتبتدي ثم توصل لاعلى قيمه ثم تنزل للصفر ثم تنزل لاقل قيمه ثم توصل للصفر مره ايه مره تانية. ديت اشكال الاشارات اللي ممكن تعرضها على الايه، على الجهاز. طيب هناخد اول سيكشن اللي هو الجزء الخاص بالايه، بالجهد، احنا بنقول عليه الواي جين. خلاص ده بيتقسم ازاي؟ لو جينا شفنا الزرار ده في الرسمه ديت، هتلاقي مقسم لك الزرار تمام، هتلاقي عندك شرايح مكتوب عليه في ناحيه الشمال فوق كده، وهتلاقي ايه ام في، يعني ايه في ويعني ايه ام في. في زي ما احنا كده شايفين بيقول لك ايه، set the voltage per division to 1 by adjusting the outer dial، يعني الزرار اللي بره خالص تمام،
ده اللي انا بقدر اظبط منه الايه الجهد. لو اخترت المؤشر على اي قيمة في الفي يبقى الجهد اللي هنا ايه، يبقى كل مربع بيمثل ايه، بيمثل وليكن مثلا لو انا وقفت الزرار عند 2 فولت يبقى كل مربع هيمثل لي ايه 2 فولت، يبقى كل مربع رأسي هيمثل لي 2 فولت. طب لو جبت المؤشر عند 50 ام في اللي هي ملي فولت يبقى كل مربع رأسي هيمثل لي ايه، هيمثل لي 50 ملي فولت. عشان كده هو بيقول لك ايه، سيت ذا فولتج بير ديفيجن تو 1 باي ادجاستنج ذا اوتر دايل. يعني انا ما دام هغير في الجهد اللي هو الفولت بير ديفيجن هستخدم الايه الاوتر ادجاستنج او الاوتر دايل اللي هو الزرار الايه الخارجي. طب في زرار جوه الزرار الخارجي اللي هو باللون البني ده، تمام، ده بيقول لك تيرن ذا انر دايل اول ذا واي تو ذا رايت، لف الزرار ده للاخر ناحيه اليمين which will put it in the calibrated position. يبقى انا هنا ايه وصلته لمرحله الايه المعاير. لو هستخدم الجهاز ان انا هعمل معايره، هعاير جهاز بجهاز تاني، يعني جهاز انا واثق ان هو شغال تمام وجايب جهاز جديد عايز اعايره، فهبدا ايه اعاير اشوف الجهاز الجديد دوت هيطلع لي القيمه الصحيحه اللي بيطلعها الجهاز اللي انا واثق فيه ولا لا. الزرار اللي جوه ده بيستخدم في الايه في المعاير. طيب هنلاقي عندنا زرار تحت كده ابيض اللي هو مكتوب كده عليه دي سي جي ان دي او الجراوند والاي سي. بيقول لك سويتش ذا اي سي جي ان دي دي سي سويتش فور تشانل 1 تو دي سي. هنا عشان تقدر تشتغل او تظبط الشغل بتاعك ابدا الايه ظبط الايه، لو انت هتشتغل دي سي طبعا هتجيب المؤشر على الدي سي، لو انت عايز تظبط الايه المحاور بتاعتك ايه هتجيبه على جي ان دي اللي هو الايه الارضي، وبعد كده تبدا بقى تشتغل يا اما دي سي يا اما ايه يا اما اي سي اللي هو الزرار اللي عليه السهم الايه السهم الاحمر. يبقى ده اول جزء اللي هو الخاص بالايه بالفولتج. نيجي بعد كده على الجزء الثاني اللي خاص بالايه بالتايم. هتلاقي نفس الكلام، عندك زرار متدرج، هتلاقي عندك مكتوب ام اس وهتلاقي مكتوب ايه اس، كاتب فوق ايه تايم بير ديفيجن، يعني كل مربع بيمثل القيمه اللي هيقف عليها الايه المؤشر. المؤشر هنا واقف عند 2 ملي سكند، يبقى كل مربع افقي هيمثل لي 2 ملي سكند. لو المؤشر ده واقف على 5 سكند يبقى كل مربع افقي هيمثل لي 5 ايه 5 سكند. طيب ازاي بقى، في عندي زرار تاني خاص بموضوع الايه التايم اللي هو الايه البوزيشن، adjust the position dial for channel 1 to center the horizontal line. يعني ايه؟ يعني انا بستخدم الزرار بتاع البوزيشن ده في ان انا بعلي واوطي الايه الاشاره، اعلى بيها او ايه او اوطيه. نخلي بالنا بس ان الزرار ده موجود في الفولتج بير ايه بير ديفيجن. نيجي بعد كده على الجزء الثالث اللي هو موضوع التريجرنج. Now we need to tell the scope when the display the signal. عاوزين دلوقتي ان احنا نتعامل مع السكوب ان هو هيعرض لنا الاشاره. Electrical signal change must much faster than we can observe. So we must tell the oscilloscope when the refresh display. We accomplish this by setting a triggering level. يعني ايه؟ انا عندي الاشاره بتتغير بسرعه جدا، فانا عايز اشوف شكل الاشارة عشان اقدر ادرس حالة الاشارة واقدر اتعامل مع شكل الاشارة من حيث المواصفات. فبدوس على الايه على التريجرنج عشان يقدر يوضح لي شكل الايه الاشارة بتاعتي. لو جينا شفنا في الشكل ده هتلاقي عندك الصورة اللي على الشمال ديت without triggering، مفيش تظبيط للايه للريفريش ريت بتاع الجهاز. لما بدوس عليه على الزرار ده بيقدر يعمل لي ايه، بيظبط لي الريفريش ريت وبالتالي بتطلع لي شكل الاشاره زي الاشاره ناحيه الايه اليمين. طيب ازاي اظبط التريجرنج ده؟ اظبط التريجرنج عن طريق حاجه اسمها التريجرنج سيت اب، الجزء الخاص بالايه بالتريجرنج. هنلاقي عندك هتلاقي لو بصيت كده على المؤشر هيقول لك if it is not already set the trigger source to channel 1. لو احنا شغالين على تشانل 1 يبقى انا هجيب الزرار اللي هو اللي عليه السهم اللون الاخضر ده عند تشانل ايه 1. سيت ذا تريجر مود تو اوتو، وبعد كده اجيب الزرار بتاع التريجر على الايه على الاوتو. ان سام كيسز ذيس از انف تو بريديوس ا كلير اوتبوت، في معظم الحالات او في بعض الحالات
ده بيبقى كافي جدا ان هو يعرض لي شكل الاشاره بيور او اشاره واضحه من الاول. But often we will need to adjust the trigger level. ولكن في بعض الاحيان في عندي زرار تحت اللي هو عليه اللون البنفسجي ده، بقدر ان انا اظبط من خلاله الايه الليفل. هتلاقي عندك مؤشر ومكتوب كده ناحيه الشمال سالب، ومكتوب كده ناحيه اليمين موجب. كل ما بغير من وضع النوب او وضع المؤشر دهوت، بقدر اظبط ايه الاشاره بتاعتي وشكل الايه الاشاره بتاعتي، بحيث تتلائم مع الديسبلاي اللي انا شغال عليه، واقدر احسب خصائص قيمه الايه الاشاره. طيب قياس الجهد، لما يجي نتكلم على الجهد، عايز احسب الجهد زي ما شفنا. هو هنا مديني بيقول لي فولتج ميجرمنت، طبعا الكلام ده كله احنا اتكلمنا عنه وقلنا ازاي بتحسب الاشاره. بنتكلم على محور، قلنا ما دام بنتكلم على جهد وبنتكلم على محور ايه افقي، عشان اجيب الفي بيك تو بيك، فبقول لك فيرتيكال بيك تو بيك ديفيجن في الفولت بير ايه بير ديفيجن، او عدد المربعات الرأسية في الرقم اللي واقف عليه الايه زرار الجهد، سواء انا شغال تشانل 1 او تشانل ايه تشانل 2. ناخد مثال عندنا، ده شكل اشاره اهوت، واشاره باللون الاخضر واشاره باللون الايه الازرق، الاشارتين متماثلتين تمام، بس عايز احسب الايه الفي بيك. لو جينا بصينا كده هنلاقي كاتب لك 3.8 من 10 و3.8 من ايه من 10. طب الزرار واقف على كام؟ لو جينا بصينا تحت كده في القوس اللي تحت هيقول لك الفولت بير ديفيجن 100 ملي فولت بير ديفيجن، والتايم كام؟ نص ملي سكند بير ايه بير ديفيجن. طب انا عايز احسب البيك تو بيك، يبقى انا هاخد البيك تو بيك، يبقى من تحت لفوق هاخد الاشاره ايه كلها اضربها في الرقم اللي واقف عليه زرار الايه الجهد. تعال نشوف كده، يبقى الفي بيك تو بيك هتساوي 100 ملي فولت بير ديفيجن في 3.8 من 10 مضروبه فين؟ في 2، عشان انا بحسب البيك تو بيك يعني الاشاره من فوق لتحت، هيطلع لي الرقم ده اللي هو 76 من 100 فولت. طب لو عاوز احسب البيك بس، بهاجي من عند محور اكس او محور افقي من عند الزيرو كده واطلع لغايه فوق، اجيب الايه القمه اللي هي قيمتها كام؟ 3.8 من 10 مضروبه في الرقم اللي واقف عليه مين؟ زرار الجهد اللي هو 100 ملي فولت بير ديفيجن في 3.8 من 10، هيطلع لي الناتج كام؟ 38 من 100 فولت. طيب الكلام ده لما نيجي نحسب الايه الجهد، لو جينا بقى شفنا في مرحله الايه البيريود او التايم، التايم عشان اقدر احسب البيريود زي ما هو كاتب كده بيقول لك هوريزونتال بيك تو بيك ديفيجن في التايم بير ديفيجن، يعني عدد المربعات الافقيه مضروبه في الزرار اللي واقف عليه مين؟ التايم. طب عايز احسب الفريكوانسي، الفريكوانسي هو مقلوب الايه التايم. تعالى ناخد مثال على الكلام ده، لو جينا شفنا كده طبعا هنتكلم هنا على تايم، يبقى هتكلم على المحور الايه على المحور الافقي. عايز احسب التايم، هنا هنيجي نحسب هنلاقي ان التايم هيساوي زي ما احنا قلنا ان التايم بير ديفيجن نص ملي سكند بالايه بير ديفيجن مضروب فيه. احسب بقى عدد المربعات الافقيه، لو جينا عديناهم ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ايه 10، يضرب في كام؟ في 10، يطلع لي كام؟ 5 ملي سكند. طيب عاوز احسب بقى التردد، 1 على 5 ملي سكند هيطلع كام؟ 200 هرتز. اخر حاجه عايز احسبها الفيز شيفت، ذا تايم انترفال بتوين ويف فورم از كولد فيز ديلي. ما دام في انترفال او في تاخير او في ديلي ما بين اشارتين، يبقى في ايه حصل شيفت ما بين الايه الاشارتين. ذا فيز ديلي از ميجرد بتوين ذا ميد بوينت ات ذا ستارت اوف ايتش ويف فورم. الفيز ديلي ده اقدر احسبه ما بين منتصف النقطتين عند بدايه الايه كل اشاره. الفيز شيفت او اللي بنقول عليها سيتا، ده بيساوي الفيز شيفت ان ديفيجن على الديجري بير ديفيجن. طب معناته ايه الكلام ده؟ تعالوا نشوف مثال. لو جينا بصينا على الايه على المثال على الرسمه ديت، هتلاقي عندك الايه اشارتين اتنين تمام متماثلتين اهمت، وهتلاقي عندك في اشاره اللي هي الخضراء دي بادئه قبل الاشاره الزرقاء، فبالتالي في ما بينهم ايه تي دي اللي هو التايم ديلي. عايز احسبه، هحسبه ازاي؟ هحسب التي دي ده كام مربع؟ مربعين، يبقى كاتب بره كده التي دي بيساوي 2 ديفيجن، يعني ايه مربعين. طيب عايز احسب التايم كله اللي هو التي، احنا قلنا الاشارتين ايه متماثلتين، يبقى التي هحسبها اعد كده، يبقى التي هيساوي كام؟ التي 10 ايه
10 مربعات، يبقى الوان سايكل بيساوي 10 ايه ديفيجن او 10 مربعات. طب التايم ديلاي بيساوي ايه؟ بيساوي 2 ديفيجن. طيب عايز احسبها بالديجري، يبقى الوان سايكل اللي هو 10 مربعات ده عبارة عن ايه؟ 360 درجة. ليه؟ لان الاشارة بدأت من الزيرو ووصلت لغاية 360. طب الوان ديفيجن ده بقى يمثل كام؟ يبقى الوان ديفيجن هيمثل 360 مقسوم على ايه؟ على 10. ليه؟ ايه هي العشرة ديت؟ العشرة ديت اللي هي الوان سايكل. يعني عايز احسب المربع الواحد يمثل لي زاوية قد ايه؟ انت فاهمني؟ انا عايز احسب المربع الواحد يمثل لي زاوية ايه قد ايه، فهقسم 360 على عدد المربعات هيديني 36 درجة. طب انا عندي التايم ديلي هنا كان كام؟ كان مربعين 2، يبقى انا هضرب 2 في 36 هيطلع لي 72 درجة. يبقى هنا التايم ديلي يساوي 72. هقولها تاني بسرعة كده، بحسب التايم الكلي عدد المربعات الأفقية اللي هو التايم الكلي بتاع بداية الإشارة ونهاية الإيه الإشارة، وبعد كده أشوف في فرق قد إيه بين الإشارتين طلع عندي مربعين. يبقى أنا عندي السايكل الكاملة عبارة عن 10 مربعات وعندي الديلي مربعين. طيب أنا عندي دي دورة كاملة، دورة كاملة يبقى أنا عندي 360 إيه درجة. أقسم 360 على 10 هيديني قيمة الإيه الزاوية لكل مربع، يعني كل مربع بيمثل قد ايه من الدرجات ديجري. بعد كده اقسم، بعد كده اضرب اضرب التايم ديلي اللي هو الزمن اللي حصل فيه تأخير في قيمة الايه الزاوية الواحدة اللي بيمثلها الايه المربع، هيديني الايه التايم شيفت. اتمنى اكون استفدتوا من المحاضرة، وتمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.